أي أب وأم بالمعنى الحقيقي بيجتهدوا إن هم يربوا ولادهم أحسن تربية، بيعلموهم يعني أخلاق تخلي أي حد يعاشرهم يدعي للأب والأم دول. بس يا ترى الأخلاق دي ممكن نعلمها لولادنا بالضرب أو نخوفهم؟ يعني ينفع مثلاً نحن نجبر طفلة إن هي تتحجب وهي لسه في ابتدائي؟ نفضل نضرب فيها بحجة إن إحنا عايزين نعلمها التدين والعفة من وهي صغيرة؟ ده السؤال اللي سألته لنفسي وأنا قاعدة براجع قصة صفاء، لأن إحنا بنقرأ قصة مرة واثنين وثلاثة. اللي استغربت جدا منه اكتشفت إن هي لسه طفلة حبيبتي دي، ما كبرتش، أظن أنتوا فاهميني. ويمكن دي أول رسالة نستقبلها من حد بالسن الصغير ده، ومبسوطة جدا إن هما بقوا يعني بيتابعونا، بيبعتوا للبرنامج وعايزين يسمعوا رأينا، ودي ثقة كبيرة قوي. تعالوا نشوف بقى صفاء بعتت تقول لنا إيه. اسمي صفاء وعندي 12 سنة. قررت إن أنا أكتب لكم بعد ما بقت حالتي النفسية تحت الصفر، بفكر أسيب البيت اللي أنا عايشة فيه وأمشي، حتى لو هروح على البحر، من كتر اللي شفته من أبويا وجدتي أم بابا اللي عايشة معانا في بيت العيلة. ما شفتش معاهم يوم عادل. بابا يا سالي ما كملش تعليمه، خرج من المدرسة وهو في 5 ابتدائي. دايما بيحكي إن في واحد بتاع ورشة هو اللي كرهه في التعليم، خليه يسيب المدرسة بدل ما يراعي ربنا في ولاده ويتمنى إن هما يكونوا أحسن منه. معيشني أنا وأختي في جحيم بحجة إن هو بيربينا وبيعلمنا الأدب والدين، مع إنه استغفر الله العظيم كان دايما يغلط في ماما ويقول لها كلام ما ينفعش يتقال، بمباركة مامته وعمتي اللي عايشين معانا في بيت عيلة. دايما بيشتم أمي، يضربها، بيفرج الناس عليها، مع إن ماما متعلمة وخريجة كلية تجارة. من وأنا صغيرة أنا وأختي وإحنا ممنوع علينا نعيش زي باقي الأطفال اللي في سننا، دايما ضرب وشتيمة بحجة إن ده عيب وده حرام. يعني مثلا ممنوع نهائي نحط مانيكير، ولو حطناه بابا يضربنا على صوابعنا لحد ما تبقى هتتكسر، نفضل نصرخ ونعيط من كتر الوجع. مرة عمتي كانت بتحط حنة وقالت اللي عايزة تعمل حنة تقولي، وأنا وأختي قلنا لها نفسنا بس مش هينفع عشان بابا ما يزعقش ويتعصب علينا. فعمتي حنت إيدينا وقالت مالكوش دعوة. لما بابا عارف إن أخته هي اللي عملت كده سكت على طول ما اتكلمش. ودلوقتي نينا عايزاني ألبس الطرحة وجيبة واسعة وبتقولي عشان تبقي متدينة ومحترمة وربنا يحبك، مع اني لسه طفله وعمري 12 سنه. بحاول افهمهم اني مش عايزه، لسه صغيره على الكلام ده، بس هما مش مقتنعين بكلامي، بيخوفوني، ودايما اصلا ماليش راي في اي حاجه خصوصا اللبس. لما نيجي نشتري هدوم جديده بابا بيقول لماما ما تسمعيش كلامها، واتي جيبه او اي فانيلا وخلاص، ودايما بيوجعوني باصعب الكلام ممكن اي بنت تسمعه من اهلها. حتى نينا اللي المفروض تكون حنينة عليا وبتحبني زي ما كل الجدات بيحبوا أحفادهم، دايما بتقسى عليا، بتزعقلي، بتعاملني وحش. أنا إيديا اتكسرت 3 مرات يا سالي، مرتين إيدي اليمين ومرة في إيدي الشمال، ويوم ما إيدي الشمال اتكسرت قالت لي كله من شقاوتك، مع إني ساعتها كنت موجوعة قوي لحد ما كرهت جدتي وكرهت أبويا، مع إني كنت بحبه أكتر واحد في الدنيا كلها. كل ليلة بنام لوحدي وأنا بعيط، بفضل أفتكر كل كلمة صعبة خدتها من أهلي لحد ما بقت إيدي متجمدة، دايما عصبية تعبانة، حاسة إن مفيش حد بيحبني، مكسورة من جوايا. ساعات بتعصب على زمايلي في الفصل واتخانق معاهم، وساعات تانية ببكي وأقول ليه أخسرهم، دول زمايلي ومفروض أحبهم ويحبوني. ومرة بابا اتخانق مع ماما، ضربها بالقلم، تعورت فوق حاجبها، قامت نينا خدتني عندها أنا وأختي وعملت على بابها ترباسين عشان ماما لو نزلت من فوق ما تعرفش تدخل لنا.
نينا دي مش بتطيق مامتي ودايما مزعلانة أنا وأختي، وساعات بتقوم بابا علينا فيفضل يضرب ماما وأختي ضرب جامد، لدرجة إنه مرة ضرب ماما في بطنها ومرة الخلاط باظ فمسك لها السكينة. وقتها كنت صغيرة وقلبي وقع في رجليا من الخوف. كل كلمة نينا بتقولها لبابا بيصدقها على طول. وآخر حاجة اتهمت ماما إنها ضربتها بالقلم، فبابا ضرب ماما وعورها. ماما غضبت سابت لنا البيت، قعدت تعيط 30 يوم بعيد عننا. بابا قاعد بياكل ويشرب سايبنا عند نينا، لحد ما في يوم نينا خرجت تشتري عيش وماما ما قدرتش تستحمل فرقنا، رجعت عشان تاخدنا. كنا مبسوطين عشان مش عايزين نقعد مع نينا، بس نينا رجعت وشافتنا قفلت الباب وقالت مفيش حد خارج، وهي وبابا خدوني انا واختي وحطونا على السلم عشان يستفردوا بماما وما نبقاش شاهدين عليهم ولا نشوف بيعملوا ايه. لا احنا هنا محتاجين نقف يا صفاء. عملتي انتي واختك ساعتها يعني ايه ياخدوا ست جوه ويقفلوا عليها ويشيلوا عيالها؟ عملتي ايه؟ محتاجين نكمل. بابا ونينا مسكوا ماما قطعوا هدومها وضربوها. بابا سألني عن اللي حصل في الوقت ده، وقتها ما شفتش حاجة عشان افتكرها، مش فاكرة اي حاجة ماما قالت لي عليها. كان ربنا اراد اني انسى والله اعلم كل اللي حصل ده، غير ان ابويا بيشرب حشيش ونينا بتشتم ام امي المتوفية وبابا بيشتم ابو امي المتوفي، وماما عايزة تسيبه وتاخدنا معاها، وانا كمان مش عايزة اعيش معاها ونينا، بس عايزة مدرستي وصحابي. نفسي اعيش مع اهل احبهم ويحبوني وعيش زي الناس. قولوا لي اعمل ايه؟ خلصت رسالة صفاء. مش عارف يعني لما نوصل طفلة عندها 12 سنة ان هي تبعت للبرنامج وبتتكلم الكلام ده وبتقول اللي بيحصل، اللي بيحصل ده مرعب ومهين قوي. بعت لنا حكايتها، حاجة جديدة عليا والله وعلى كل الكرو، على كل فريق عمل البرنامج. مسؤولية تخوف، والجيل اللي جاي ما بيسمعش كلام حد عشان تبقوا عارفين، ولازم نفكر ألف مرة واحنا بننصحهم، وننصحهم بأي طريقة، ولازم نعمل حساب لطريقة تفكيرهم. صفاء بقى عرفت تحكي حكايتها وتشرحها بشكل حلو وبالشطارة اللي انتوا شفتوها دي، وهي لسه صغير. الجيل الجديد كبر بدري ودي حقيقة، هننبهر أكتر وأكتر، هنسمع كتير، ومش عارفة نعمل ايه. لأنه في ناس ممكن تيجي تقول لك لا هو انتوا ضد الحجاب، هو انتوا بتشجعوا الحجاب، او احنا لا ضد خلاص، ويا ريتنا نكون بنشجع بس، ومش احنا الفقهاء في الدين اللي نتكلم في الكلام ده، بس منطقي انه واحدة طفلة عندها 12 سنة وطبيعي ان احنا نحبب مش تخوفهم. استنونا بعد الفاصل. قصتنا النهاردة عن صفاء الطفلة اللي عندها 12 سنة، اتولدت في بيت عيلة في باباها ومامتها وأختها الصغيرة وجدتها وعمتها. أبوها خرج من التعليم وهو في 5 ابتدائي، بس اتجوز مامتها خريجة كلية التجارة، وعلى طول بيضرب الأم، بيشتمها، بيقولها ألفاظ وحشة جدا ما تتقالش. في نفس الوقت سبحان الله هو عايز صفاء اللي عندها 12 سنة تلبس الحجاب بالعافية، ممنوع تحط مانيكير، بس ممكن أخته تعمل لها حنة عشان مش عارف إيه يفتح بقه، ممنوع تختار اللبس اللي هي هتلبسه، تلبس أي حاجة وخلاص. وفي يوم الأب والجدة طلعوا صفاء وأختها بره الشقة عشان يستفردوا مامتهم، يضربوها، يقطعوا هدومها. صفاء من كتر اللي شافته بقى عندها حالة نفسية مش كويسة، كرهت جدتها، كرهة باباها اللي كانت بتحبه أكتر واحد في الدنيا زي ما بتقول. كل ليلة بتنام وهي بتعيط، لحد ما بتقول إيديها بقت متجمدة مش بتعرف تحركها كويس، دايما عصبية تعبانة، حاسة إن هي مفيش حد بيحبها. بتفكر تمشي من البيت، تمشي من عند بيت باباها، بس هي عايزة تفضل في مدرستها مع صحابها
مش عارفه تعمل ايه. عشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور رحاب الفقي استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه عشان نشوف هنعمل ايه. ازيك يا دكتور رحاب؟ اهلا بيكي. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ كله حلو الحمد لله. شفتي السن ده في العيادات النفسيه 12 سنه؟ يعني هي مش يعني المشكله مش مفاجئاني، بس البنت هي اللي مفاجئاني. يعني ايه؟ بسردها للقصه، باستعمالها للكلمات. يعني احنا وانا بقرا القصه معاكي، لا هي بتقول كلام اكبر من سنها بكتير جدا وعارفه تفصل الاحساس بشكل اصلا احنا يعني كناس كبار ما بنعرفش نعمله. لا السن ده موجود، الوجع علمها تبقى كده. بصي احنا عندنا في السيكولوجي عموما ان الكلام وسيله من وسائل العلاج. انت لما تعبري عن اللي انت حاساه او اللي انت بتفكري فيه وسيله من وسائل العلاج، بنعلمها للناس كبار عشان يقدروا يعبروا بيها. في ناس السن بقى 12 سنه ده بنعلمهم يرسموا او يكتبوا شخبطه او يعملوا الوان تقدري تحللي منها، لكن هي عدت المرحله دي بشكل كبير جدا. كبرت يعني قبل اوانها، عندها نضج نفسي اكبر من النضج العقلي اللي هي فيه او السن اللي هي فيه. هو الجيل ده بقى كده من كتر المشاكل، يعني الاغلبيه بقوا سنجل ماذرز او امهات مطلقات، ودي كارثه. انا بقول انه جيلنا احنا بالذات بقى الاغلبيه فيه كده. هل ده علم العيال اللي هم يبقوا تحسي قرشانه دي يعني لو ست كبير، انا قاعده مع ست كبيره بتتكلم معايا ونفس مستوى الحوار، احنا ممكن نتكلم في اي حاجه، بس ده اللي علم العيال دي كده؟ مش لا مش 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 موضوع ان احنا ما ولا موضوع التكنولوجي او السوشيال ميديا وكل حاجه. التكنولوجي، التقليد، المدرسه، الفرجه، التلفزيون طبعا، الميديا بتاعتنا، كل ده بيخلي ادراك الطفل او الاطفال بتوعنا عموما يكبروا. لكن مش المشاكل مع الاباء والامهات يقعدوا يتفرجوا على بعض ودي تقولها ما تحبي ابوك وسابوك بيعمل معايا ايه، وندخل بقى العيال في المشاكل بقى. طبعا هي ما جابتش سيره مامتها خالص، انت خدتي بالك انها ما اتكلمتش عن مامتها خالص. الجزء السايلنت في القصه ده معناه مامتها مستقبله فقط. في كل روايه بيبقى فيه كده ابطال، في بطل الروايه، وعندنا هيبقى الحما اللي هي الجده. هي دي اللي هتبقى البطل بتاعنا، لان هي دي اللي عندها السلطه انها تؤمر وتنهي وتقول مين يلبس ومين يقلع ومين يعمل ومين، فاهمه القصه؟ وعمته طبعا. خلي بالك اللي بقى في برضه عندنا البطل المفقود اللي هو الجد. ايه ده؟ ارجعي كده بالهيستوري هتلاقي ان الجد ده اكيد اتوفى بدري، فالام خدت السيطره او السلطه، فبقى ليها زي ما بنقول كده ابر هاند او يد عليا ابر هاند على الولد، فبالتالي هي متحكمه فيه وفي مراته وفي عياله. عشان كده بتقول مين يروح ومين يجي وبتضرب، وهي هتلاقيها غالبا هي اللي مختاره الزوجه. فهي المشكله كلها هنا في الجده، مش بغض النظر ان الابن او اللي هو الاب سلبي جدا. بتبقى الستات مسيطره؟ طبعا. يعني انت تحسي ان الراجل ده متساء، معلش مع احترامي، متساء ومشياك مامتك وقتك. بصي انا اقول لك حاجه يعني مفاجاه واكيد بابا كان كده الله يرحمه لو كان مش موجود. ستات مصر والعالم العربي هي اللي ماشيه البيت. ازاي؟ بصي احنا ممكن نقول كده في الاعلام عادي؟ لا عادي جدا، وعلى فكره دي حاجه حلوه. وهي اللي عارفه الحاجه اللي في البيت، وهي عارفه الزيت والمكرونه. لو قررتي انك تطلعي مصيف، قررتي تودي اولادك من مدرسه، مين صاحب القرار؟ هي. ليه؟ مع احترامي. ما هو ما بينك الامر مشهوره ان احنا ناخد راي بعض، بس هي فاهمه اكتر، مع احترامي ليه. وهو ايه، هو مركز في شغله ومركز في عياله بيجيب لهم ايه وكده، لكن هي متابعه كل حاجه، بتقعد مع اصحابها، بتقعد مع النانيز، بتقعد مع الماميز، بتقعد مع كل الناس، بتودي التمارين وبتعرف التمارين المناسبه ايه، الدروس ايه، بلا بلا بلا، كل الكلام ده الست. فمين اللي بيدير، الراجل ولا الست؟ ما الست. تمام. الست الذكيه، الكلاش اللي حصل في الجيل بتاعنا الجديد ده، ان الست فاكره ان هي زي الراجل. فعايز اقول لك لا، مفيش حاجه اسمها ست زي الراجل. الست ايقونه لوحدها والراجل كيان لوحده. طبعا انا عارفه انت سكتي في النص عشان مش تصدق ان انا موافقه. انا موافقه مليون في الميه. ثانك يو سو ماتش، انا بشكرك بجد. فلازم نقول، فلما الست ابتدت بقى مفهوم ان احنا نقول المساواه، لا انا زيك، لا هو حضرتك مش زيك زي خالص، فما نقفش قدام بعض. هو ليكي دور، انت ليكي دور، وهو ليه دور. فلما ده بدا يظهر بدا يبقى فيه طلاق. لكن اسالي بقى، ويمكن انا دوري اكبر بس ما ينفعش اقوله واديله الصدمه، اسيبه يعني. اوكي انت شايف كده؟ انا كنت لسه هكمل كلامك. ان الست الذكيه هي اللي بتقول له ان انت اللي ماشي البيت. طبعا احنا من غيرك نموت. وهي اللي بتعمل كل حاجه، هي اللي بتختار حتى نوع العربيه اللي هيجيبها. دي حقيقه، انت متخيله؟ بس والله حتى اللبس اللي هيلبسه مش هزار. برافو عليكي. انا هلبس شراب ايه بكره؟ يا سلام. بقى ده اللي اهالينا علموهولنا، ازاي تديري بيتك بذكاء، مش بالمواجهه، ولا ان انت مسؤول زيك، ولا انا مسؤوله زي عارفه الكلام ده اللي هد البيوت. بالنسبه لقصه صفاء بقى،
يعني انا مبسوطه ان هي بالثبات ده، مبسوطه انها عندها حبه من التفاؤل وان هي عايزه حياتها تبقى احسن وده هيخليها احسن. الدور هنا ان انا بلوم فيه اكتر حد بعيد عن الجده والاب، الام. انت ليه سلبيه؟ يعني هي كانت قالت هي ليه اصلا مش ليه سلبيه؟ ليه واحده خريجه جامعه معها مؤهل عالي واحنا عارفين انه مش هيحصل فيه في حاجه اسمها التكافؤ يعني انه مش انا اللي هخترعها، ليه انا اخد واحد معهوش غير خمسه ابتدائي وكان بيشتغل في ورش؟ ما اكيد ده اثر على حياته جامد. ما اكيد طبعا، بس ليه تعمل كده؟ مش هنتدخل بقى في القضاء والقدر، ولا دول معاهم بيت عيله ومعاهم فلوس ومرتاحين، فاللي معاه صنعه احسن من اللي معاه. لا ممكن تكون حبته، هو مش قضاء وقدر، هو ممكن تكون حبته واتصدمت فيه بعد الجواز. القصص الكتير اللي بنسمعها حب العمر وده انا هدلعك، وبيت العيله طبعا ده احلى حاجه، وبيت العيله وماما لوحدها ومن لازم نبقى جنبها وهنبقى بيت واحد حلو جدا وماما طيبه وهي اللي اختارتك وعارفه الكلام الجميل ده طب. بس وخلاص ولبست في الاخر مبروك. بس انا برضو شايفه ان في اهانه مستمره، في ظلم، في ضرب، في حاجات كتير قوي. فين الام؟ ما هي احنا دايما بنقول الام هي اللي بتحمي، صح كده؟ الاب امان وصوره وكل الكلام ده، بس انا مين اكتر حد بيحمي الاطفال؟ الام طبعا. فانت ليه ما حميتهمش؟ ليه ما دخلتيش الخال والعم والجد والجده واسرتك وعيلتك وكبير البلد وكبير المنطقه؟ ويعني ايه تتضرب وهي الامان وهي الشيلتر، انه هي اللي بيجروا عليها الملجأ، هي الدرع اللي بتحميهم، هي اللي بتعمل كل حاجه. انت ليه سايبه الموضوع يكبر؟ وبما ان هي متعلمه فمعناها ان هي عندها وعي كفايه اكتر منه ان هي تتصرف طبعا. لكن هي تستسلم وتسيبهم وتروح تقعد وتقعد 30 يوم وبعدين ترجع عشان وحشوها فتضرب؟ طب انت راجعه وعارفه ان العيله دي يعني ليها اسلوب في التعامل، ممكن يكون ملهاش فعلا ظهر يا رحاب. انا قلت لك عندك الف حل، شيخ الجامع، كبير المنطقه، خاله، حد من قرايبه، صاحبه، اتصرفي. لكن ما تبقيش سلبيه، لكن ما تبقيش او حتى الشرطه او حتى المجلس القومي للمراه او للطفل او ستوب ستوب. بصي الزوجه او الام الاول ما بتلجا للقضاء في اي حاجه بقى، شرطه، اي كلام، ده كله الدنيا بتتهد في دماغها. الناحيه الثانيه ما بتقبلش، دي شكتك، دي فضحتك، دي طب هي هتشوف يا اخي ما انت اللي اضطرتني يا اخي ما انا كنت جميله الاول. لا ما انت اضطرتني، ما بيسمعش بقى انت اضطرتني دي خالص، هو بيسمع ان انت رحت عملتي محضر، انت رحت عملتي محضر ومحكمه وبقول لك ايه خدي حقك بالفلوس، يعني فاهمه، خدي فلوسك احنا مع بعض. لا لا بالظبط مع بعض الاخر، ومعاكي بقى ايه ربنا، سياسه النفس العميق. فلا طبعا ده مش صح. فالبنت ما فيش حاجه في ايديها غير ان هي تكمل، تخليها قويه، تركز مع نفسها. موضوع الحجاب استني ما نشوف راي الناس في الشارع عشان هرجع اتكلم في موضوع الحجاب ده، مهم قوي ده عايز مننا حلقه. تعالوا نشوف راي الناس في الشارع. لما واحد يعذب بنته عيله وعايز يجبرها على الحجاب ويضرب امها وهو بيشرب مخدرات، ده الليلة بايظة خالص، ده طفلة عايزة تفرح بطفولتها، تلبس أبيض، تلبس أحمر، تلبس أصفر، هي حرة، أنت مالك أنت، خليك باللي أنت فيه. طبعًا بيعمل عقدة نفسية وهتفضل طول عمرها عندها عقدة نفسية، ربنا معاها. أقول أكتر من كده إيه؟ ربنا معاها ومع أمها، يتقي الله ويعالج نفسه، يا إما تسيبهم واتكل على الله، تسيبهم هم يعيشوا لوحدهم. لما تحترم، نحترم بعض كلنا، البيت هيبقى ناجح والولاد يجيبوا نمر كويسه والاعصاب تهدى انما تبص تلاقي لا انت بتاكلها ولا بتشربها، عمال تشرب مخدرات وبتضربها، ايه ده؟ طريقه المايند سيت بتاعت باباها ممكن تكون برضو كانت بسبب اهله، اتعاملوا معاه ازاي، عرفوه مثلا الدين بطريقه ازاي، الموضوع مش ما ينفعش. الطريقه او طريقه الاجبار برضو بتنفر، يعني هي لو قالت انا بكرهه مثلا، وممكن تكون حصلت انه مثلا حد مثلا ضرب من بابا، يعني اتكررت واحنا اطفال مثلا ممكن نقول قلناها في وقت غضب، بس ما اعتقدش ان هي من قلبها تكون كرهاه، بس برضو هو لازم اكيد يتغير في طريقته معاها، هي في الاخر طفله. انا شايفه ان هي لو احتاجت تروح تتكلم مع ثيرابيست دي هتكون حاجه كويسه ليها، لانه عادي احنا كلنا محتاجين اصلا نتكلم مع ثيرابيست، مش حد مثلا يكون عنده مشكله، دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. قصة متكررة كتير في الشعب المصري. البداية أساسا الجهل هو أساسه. يعني كنا هنجيب اللوم على الأب، فالأم برضه غلطانة مليون المية، لأن أساسا هي متعلمة ما بتاخدش واحد جاهل، مش مدرك بالحياة. وبيتصرف تصرفات بعشوائية، مش هو بس يعني، ده نسبة كتير قوي في الشعب المصري بيستعجلوا الجواز الاختيار بيبقى خطأ من الأول. طب هتعيش طفلتها ازاي يعني؟ يعني هي ما طفلة،
وعايزه تفرح بنفسها وشايفه البنات كلها اللي في سنها اللي بيخرجوا واللي بيلعبوا واللي بيقصوا شعرهم. ربنا يعينك انت وامك على البلاء اللي امك اساسا اختيارها كان خطا. واضح ان فيها خيالات طفل كتير، القصه دي فيها خيالات طفل كتير، وان كان في جزء منها بيبقى في الواقع العملي بتاع الحياه. اقول لابوها يتقي الله فيها وانه يقلع عن شرب الخمر والمخدرات كده، ويبص لبنته لان بنته اساسا هو بيمثل لها القدوه، عز الولد ولد الولد. فالست برجوها او بنصحها انها ترجع تاني لوجهها وتحاول تقرب وجهات النظر في التصالح، وتحاول تخلي الوالد يعامل البنت كويس بما يرضي الله. طبعا في كل الاحوال البنت هي مش بتكره ابوها كشخص، لكن بتكره افعاله كافعال. شفتي يا رحاب راي الشارع حلو ازاي؟ شفتي الناس؟ لا الناس واقفه ازاي؟ يعني احنا يا جماعه واحنا بنتفرج في النص عمالين نقول ايه؟ الراجل ده هو اللي ممكن يتدخل لها، الراجل ده هو اللي ممكن يوقف لها، صح؟ وحللوا صح، كل واحد مسك، عارفه الجده والام والاب، صح؟ يعني مسكوا عارفين المشكله فين؟ هي انا دلوقتي مش هتكلم في كان المفروض، لا انا هتكلم المفروض اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل ان البنت دي تروح تتكلم مع مامتها، احنا عايزين حل. احنا انا سمعت في التلفزيون المذيعه العظيمه سالي بتقول كذا 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 كذا، فانا عايزين نعمل ده، احنا نروح لحد. فاكره خاله تبدا تفكر تعمل ده. طول ما هي جوه البيئه دي هي مش هتكبر. البنت دي مع الاحباطات الكتيره، يعني هي لحد النهارده لسه متماسكه على فكره، يعني لسه النهارده عندها نفس تحارب، لكن صح. بعد شويه لما دلوقتي بدات تتعب وبدات تعيط وبدات تحس ايديها مش بتتحرك، هتبدا تعمل كاتينج، هتبدا تعمل ده كارثه اللي هم يقطعوا ايديهم عشان يحسوا بالراحه، هتبدا تسرق، هتبدا تكذب، هتبدا بره البيت تقلع الحجاب، هتبدا تعمل كل حاجه غلط لان هي مش عارفه تلاقي ده جوه البيت. فانا بقول للام من فضلك الحقي اللي باقي، او انجزي انجزي بجد عشان ما الموضوع ما يكبرش اكتر من كده. احنا ما نعرفش برضو الاخت اخبارها ايه، اخت صفاء اخبارها ايه، اكيد دي برضو عندها معاناه تانية اكيد. فدي ان شاء الله لو الموضوع اتحل وخرجت بره الليله دي هتبقى احسن بكتير. موضوع الحجاب ده محتاجين نتكلم عليه، لانه ممكن الناس تيجي تقول لك هو انتوا اللي بتشجعوا على مش عارف ايه، انتوا بتقولوا ايه. لا احنا دورنا ان احنا نسمع ونوصل صوتكم، لكن نتكلم مع المختصين. بمعنى اديكوا حتى سمعتوا راي الشارع، الاغلبيه يقول لكم ما بتجيش بالعافيه. هل الحجاب بيجي بالعافيه؟ لا، الاجبار على الفضيله يخليني يبقى رب فضيله. إيه؟ هتطلع بره البيت تقلعه اول ما هتطلع من او يقول لك عشان البنات بتبوظ بعض، بص يعني من دلوقتي اقطع عرق وساح ده، ما خليها ايه تبطل الكلام. طيب. ده هو عامه الحجاب هو عند السن الصغير بيبقى زي العاده، البسي حجاب وصلي، عارفه الاحساس ان انت يلا تصلي شكلك حلو قوي في الحجاب. بتبتدي واحده واحده نعلمهم يحبوا الحجاب، شكلك حلو، انت اموره، الصلاه، صحابك، طب ننزل نصلي في الجامع القيام مثلا في رمضان. فتبدا تتعود على شكلها بالحجاب واحده واحده. لازم نهيئ لها ان انت بعد شويه ان شاء الله لما تكبري توصلي سن كذا هتتحجبي. لازم نعمل تهيئ. طبعا ده مش موجود في الصوره او احنا في النموذج، فرد ده. او مش فرد، احنا لا بنتكلم احنا بنتكلم ازاي أيوة تعمليه، ازاي اعمله، يعني حتى لو ازاي نعمله، ايوه ازاي تعلم اولادك انه في سن معين بنيجي نتكلم فيه انه احببها واقول لها ده الطبيعي وتحافظي على نفسك وتلبسيه، يمكن احنا مقصرين او او او، فانا احاول اشدها لي، لكن بالعافيه هاتلها اي حاجه تلبسها. بتقول ان انا ماليش اي راي في موضوع اللبس ده خالص. انا ياما شفت ناس لابسه ارهاب وبتروح تغير وتلبس لبس تاني قبل ما تروح البيت. بالظبط، ما لسه قايله لك ده بيحصل حرفيا، بتطلع بره البيت تقلع عادي جدا، عادي، وتشمر وتحط روج وتعمل كل حاجه وترجع البيت بالنموذج اللي هو عايزه. طب ما انت كده عملت حاجه انفصام في الشخصيه، انت خلقت لنا شخصيه بوشين كس. فاحنا طلعنا سايكوباتي بقى، ده لو ولد هيطلع سايكوباتي، اللي هو لا انت لازم تصلي، انت ما بتكدبش، انت ما تسيبش ربي دقنك، الكلام الكتير اللي بيتقال بالاجبار مش هينفع. في الاخر حضرتك هتروح وهو هيعيش حياته، وهنلاقي احنا بنتعامل مع مرضى في الشارع. فده مش صح. فبرضو انا هنا برضو بتكلم على الام. الجده انا ماليش كلام معاها لان هي مش هتسمع خالص، لان مقتنعه انها صح، لان احنا بنتكلم على تاريخ بقى، يعني دي جده فبقى عمرها كله كده، فمش هتسمع لحد تاني خلاص. ممكن تحن بعد شويه لما تفقد احفادها ما يبقوش موجودين معاها، تبدا تهدى شويه. الاب طبعا بما ان احنا بنتكلم في مخدرات وبنتكلم في جهل، فاحنا عندنا كده كام عامل بيقولوا ان الشخصيه دي مش هتتغير ومش هتسمع، فانت محتاجه انك يبقى في تدخل فورا. انا بقى برضو بقول ممكن يكون في تدخل من المجلس القومي للامومه والطفوله. بصي انا هجرب، يعني احنا هناخد فاصل
وهنجرب يكون معانا حد على التليفون نسمع الرأي، لان انا عارفه انت خايفه من بدايه العداوه عشان تعالي نفكر بقى فيها بذكاء اكتر. ما انا هقولك عشان انا السيناريوهات دي عندي في العياده، انا عارفه ايه اللي بيحصل. بعد شويه المركز القومي للامومه وسياده المستشار والضابط اللي في القسم كلهم وقفوا جنبها، يوم الثاني الثالث مشي وخلاص، كله راح شغله صح. مين اللي باقي؟ هي وهو في المحكمه، هي وهو في الشارع، هو وهي في المدرسه. ما هو مش هيصرف، مش هيودي، مش هيعمل، هيبدا يخبط، هيبدا يقول كلام. مين اللي هيحمي كل الكلام ده؟ فليه؟ طب ما احنا نحل بالسلم الاول، خلينا في الاخر يعني، خلي الموضوع تدخل قانوني. انا موافقه، انا وانت نسمع بس ناخد فاصل سريع ونرجع تاني معاكي. فاصل وراجعين لكم تاني في قصه حقيقيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في قصة حقيقية. عايز أقول لكم إن إحنا عاملين نتكلم النهاردة في قصة صفاء. صفاء هي بنت عندها 12 سنة، أنا بقول إن هي طفلة، لسه طفلة. باباها بيجبرها على حاجات كتيرة قوي، منها إن هي مثلا تلبس الحجاب بالعافية، تحطش مانيكير أو تعمل أي حاجة ترضيها. بس برضو الحتة اللي أنا هركز فيها دلوقتي إنه لما أخته حطت لهم حنة وقالت لها لا تعالي ما احط لكم حنه، ما فتحش بقه. لما مامته بتقول له على اي حاجه بيعملها، ضربوا مامه صفاء وقفلوا الباب عليها عشان ما يعرفوش ايه اللي بيحصل. والبنت لحد النهارده حالتها النفسيه مش حلوه، مش عارفين نعمل لها ايه، بس احنا بنفكر مع بعض ازاي نحاول نساعدها. كنت لسه معايا دكتور احب بقول لها ايه، ان احنا بنحاول ندور على اي طريقه. طبعا انت مش عايزه الحل القانوني في الاول، احنا بنحاول ان احنا نحل ودي، بس نسمع عشان لو اضطرينا ان احنا نلجا للقانون. ايه رايك؟ يلا يلا بينا. معانا مداخله مع الدكتور نور اسامه من المجلس القومي للامومه والطفوله. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك يا دكتور نور، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله زي الفل. نعمل ايه في مشكله صفاء؟ ازاي ان هي تواجه كل التصرفات دي؟ بس احنا هقولك على حاجه الاول، احنا هنلجا للمجلس لو الحلول الوديه ما جابتش نتيجه، موافق؟ موافق. والمجلس بيكون ليه تدخل برضو ودي. ودي ازاي بقى؟ طيب ممكن اقول حاجه بس عشان تبقى في اذهاننا، بس ان قانون الطفل اللي صدى عليه في 5 سنين الرئيس بيقول ان المجلس القومي للطفوله والامومه هو الاليه الوطنيه المعنيه للطفل والام في مصر. الماده 96 من قانون الطفل قالت ان في 14 حاله تتعرض ليها الطفل في خطر. أول بند من 14 حالة لو تعرض الطفل ده أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. بالنسبة للحالة احنا بنتكلم فيها دي، مثلا احنا بنتكلم على الطفل اللي يتعرض إلى تعذيب مثلا أو اعتداء ما أو حروق إلى من تكن. وقانون عقوبات فيه مواد كتيرة جدا خاصة بالعنف الأسري تحديدا. احنا هنا مش هينفع نحل ودي لو عملوا كده في العيال، إنه حروق ولا لا، ده مفيش ود. طيب بص، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشتغل على 3 محاور سريعا: حمايه، ملاحقه قانونيه، توعيه. فاحنا عندنا حاجه اسمها اداره الحاله. لما بيجي لنا اداره الحاله احنا بنشوف الرصد ده، هل حد كلمنا على خط النجده 16000 ولا تم رصده من مثلا التواصل الاجتماعي؟ ساعتها بنعمل فريق بحث بينزل فورا عشان نتاكد. بنعمل فريق تدخل. فريق التدخل ده من ناحيتين، لازم يكون قانوني ولازم يكون نفسي واجتماعي. واحنا عندنا معانا برضو لجان شريكه، يعني عندنا حاجه اسمها لجان حمايه الطفوله دي في كل محافظات، وعندنا بروتوكول تعاون مع وزاره الداخليه وكتاب الدولي الصادر من مكتب النائب العام المواجهه فيه اعضاء النيابه العامه بانفاذ القانون. لا احنا مشكلتنا بنقول ان لما حد يسمع انه في مجلس من اي طرف، لو حد سمع ان حد رفع عليه قضيه او بيبدا بالعداوه، ده اللي قصدنا عليه يا دكتور نور. احنا مش عايزين نبدا بعداوه، نعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا بنشوف الاول التدخل ده حالات الخطر عندنا، لازم نشوف الاول مستويات الخطوره. هل الخطر كان جسيم ولا متوسط وضعيف؟ وفي بعض الحالات لو كان ضعيف قد يكون مع استمرار الوقت البنت توصل الى اكتئاب او توصل الى انتحار او من انتحاريه. ممكن في الحاله دي لا، احنا بنتكلم على مستوى
خطوره جسيم. لو احنا الموضوع بالنسبه لنا لا هي قاعده في بيئه خطر، فاحنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بعد ما بنثبت الواقع بنمشي في اجراءات سلب الولايه عشان نخرج، اهم حاجه عندنا نخرج الطفل من البيئه الخطر. طب بنعمل ايه؟ اعتذر في الشارع؟ لا طبعا، احنا عندنا بندور على عائل مؤتمن زي خال خاله جده، نؤتمن على الطفله في هذه الحاله. طيب ده حل. لو طيب لو ما فيش بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنحطها في دور رعايه مع فرصه الدمج تاني للاسره في ضمان انها مش هترجع تاني للبيئه الخطر اللي كانت عايشه فيها. طب لو الام دلوقتي جت لجأت لكم وقالت لكم انا عايزه عيالي بس عايزاهم بالود، بتعملوا ايه؟ ده اللي انا عايزاه. بس احنا بنعمل ايه؟ احنا الفريق التدخل ده احنا بنبعت ليه مكتب حمايه الطفل، مكتب النائب العام بيتم التدخل عشان ننقل العالم مؤتمن الى الام. ساعتها بقى الزوج بيبقى فيه مشكله كبيره. يعني قانون 6 سنه 98 بيقول ايه؟ ان موضوع العنف الاسري الشخص المتسبب في ايذاء الزوجه او الاولاد ما دون 18 سنه له عقوبه لا تقل عن سنتين وما تزيدش عن 5 سنين. دي عقوبه ايه؟ نضمن المأمن للام والاولاد لا تكون العاهل المؤتمن. وممكن ترجع ادماج تاني في حاله ان احنا اتاكدنا ان عندنا لجان متابعه وتقييم انها مش ترجع تاني للبيئه الخطر. يعني النهارده في حاله انه لو احنا اتكلمنا النهارده في حاله صفاء، حضرتك بتقول ان هو دون ال 13 سنه يعني عندها 12 سنه، هل ممكن لو هم عملوا كل ده هل ممكن هم عملوا كده فعلا ممكن يبقى في حبس بجد؟ احنا بنتكلم على الشخص اللي متسبب في الايذاء طبعا. متسبب في الايذاء فهي بتيجي، فاحنا بعد كده بننزل نتاكد من الحاله، نرجع لمكتب حمايه الطفل مكتب الامن العام عشان نضمن اهم حاجه في التوقيت ده، نضمن ان احنا نسحب الطفله من البيئه الخطر. اهم حاجه عندنا الطفله دلوقتي. طيب الام بنحاول نحطها في عائل مؤتمن في اوكي خلاص، مع طبعا مع ضمان من النائب العام هو اللي بيتابع بتعاون مع المجلس القومي للطفوله والامومه. طيب لو ما فيش وقلقانين هي كده كده ممكن تعود الى البيئه الخطر، بنرجع لدور الرعايه فترة وجيزة عشان نطمن عليها من البيئة الخاصة، تطمنوا ان هم رجعوا تاني بقوا كويسين مش مناظر وخلاص من الاخر. بالظبط، عمرها ما نرجع تاني الادماج للبيئة خطر في اي حال من الاحوال عشان نضمن اهم حاجة صحتها النفسية. بشكرك يا دكتور نور ونورتنا. ميرسي جدا دكتور نور اسامة من المجلس القومي للطفولة والامومة، بشكرك جدا. ايه رايك بقى يا دكتور رحاب؟ هو اول ما يعرف الجملة اصلا مجلس الاعلى للامومه والطفوله بالنسبه له ده هيبقى رعب. ليه؟ لان هو اصلا مش فاهم معناه. هيعمل ايه؟ المجلس كله يجي هنا يحاسبني؟ فهيعمل ايه؟ ايه رد الفعل؟ انت دلوقتي بتتعاملي مع حد احنا اوريدي محللينه، شخص غير واعي غير متعلم، يروح يقول لمامته الحقي يا ام دي جايبه لنا المجلس القومي للطفوله والامومه، خبي العيال. دي ممكن اول حاجه تحصل، شيل العيال خبيهم. اذا كان حبستهم بالترابيس قبل كده لا، وهتخبيهم عادي جدا. طب ما هي دي اللي انا بحاول اتكلم فيه بقى. انت رايك نعمل ايه؟ انا رايي ان البنت دلوقتي اكيد هي هتبقى مستنيه ردك، صح؟ هي سمعانا، انا بقول لها تروح لمامتها تقول لها ان انا سمعت كذا 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 بيقولوا ان احنا لازم ندخل حد. فايه رايك في خال في عم في جد في قريب في شارع في شيخ الجامع في اي حاجه يكلمها؟ هي كأم مش قادره تنفصل، مش قادره تاخد عيالها وتروح تشتغل. هم دول هيدوا عيالها؟ لا، ممكن يدوها عيالها لو حد اتدخل، لو هي طلبت الطلاق قالت لهم انا عايزه عيالي وحد موجود. لان خلي بالك الجده وابنها دول ناس بيحبوا المنظره. انت طبعا طب مش عايزه تبعد عن المدرسه دي؟ لا، ما هقول لك، ما هي نفس البلد، بس العيله اللي بتقول لك انا عايزه الحجاب من وجيبه واسعه وعشان ده التدين الظاهري، مش هيرضوا ان منظرهم يوحش قدام الناس، فمش يعني هيحبوا يبقى منظرهم وحش قدام الناس. فلما تدخلي حد عنده هيبه هيسمعه، بس هو مش هيعرف يجي عليكي بعديها لان في حد هيقف له لانه هيخاف على شكله. فهمت قصدك. طب فهمت. بس الفكره في حاجه، انه هي بتقول لك دلوقتي مش عايزه اروح بره بره بعيد عن المدرسه، مش صغير مدرسه. لا، ما احنا مش هناخد كل المكاسب، معلش
ايوه اتكلمي بقى معاها وقولي لها مش هناخد عشان كل انا عماله اقرا كده. ايوه انت طبعا هعمل ايه طيب يا صفاء؟ طيب دلوقتي يا صفاء انت دلوقتي عايزه تفضلي كده وتخليكي في مدرستك مع زمايلك زي ما انت كاتبه، ولا عاوزه انك انت تعيشي في بيئه كويسه هاديه، ام عارفه تاخد بالها منك واخت بتحبك وانت بتحبيها؟ صح اكيد ليبقى في مش هناخد كل حاجه، وممكن كمان على فكره تروح مع مامتها في نفس المنطقه وتبقى في نفس المدرسه. ما هيروحوا ياخدوها؟ لا ما هو مفيش حاجه اسمها كده بقى، دي بقى بتاعت خدوها دي لو في اتفاق مش هياخدوها. هو اكيد مش هتمشيها اتفاق، انا حاسه ان هي مش هتمشي اتفاق. لا هتمشي اتفاق لو مشيت بالطريقه بقول لك عليها دي، هتمشي باتفاق. ما ينفعش ان هي تعمل كده من وراهم وتروح تاخد عيالها وخلاص. مش هتعرف تعمل حاجه في اي حاجه، مش هتعرف تقدمهم حتى في مدرسه ثانيه، لان الوصايا التعليميه للاب مش هتعرف تعملهم اي حاجه خالص، فكده خرجتهم من المدرسه. فلا فهي لازم مش هتمشي غير كده. فنفس طويل بقى لصفاء ومامتها، لان هم عندهم حاجه عايزين يعملوها، عندهم رحله طويله قوي. وخلي بالك الجده مش هتوافق وهتمثل تمثيل كده، وخلي بالك يا صفاء الجده هتمثل وهتعيط ولا وانا اسف حقوق عليا وانا هتغير، الكلام ده مش هيبقى حقيقي. ليه هي يعني تصنيف شخصيتها ايه؟ نرجسيه؟ لا يعني مش نرجسيه، ده برضو جهل على ان هي شالت مسؤوليه من قبل كده من صغرها او جوزها مات بدري، فالسلطه التحكم ممكن تقولي برانويا شويه انه احنا بنحب المظهر. النرجسي ما بيعملش كده، هي ما بتاذيهاش بنفسها، هي بتاذي لغه صح، بتقول لها كلام جاي بتكسر يعني لما تشوفي حد متعور ابن ابنك. بس خليني اقول لك حاجه، الجدات عموما يعني معظمهم مش متعلمين السن الكبير، فعندهم عفويه في الكلام. بس احنا يمين إن الحنيه لا تدرس. ما انا بتكلم على اللغه، على استعمال الالفاظ. ما انت عملتي شقاوه، طب ما تشوفيها الاول. ما كلنا بنقول كده انت عيل شقي. بس شقاوه هو مكسور ايده من لا يا رحاب. انا بقول لك ان الجدات بيستعملوا الفاظ طبعا عفويه. اصل بتقول لك انا ايدي اتكسرت فقالت لي انت عملتي شقاوه، يعني ما عنديش مشاكل تقول انت عملتي شقاوه في اي وقت، وقعت من على الكنبه بتلعب وكانت ايدي مكسوره. لا دلوقتي بنقول لما الولد بيتكسر وتعور من شقاوتك، بس بتتقال بطريقه حلوه طبعا، اللي هو اقعد بقى تعبتنا شقاوتك تعبتنا، اقعد بقى انت مش لسه مكسور من كام يوم عشان شقاوتك. ويمكن يكون في كلام احنا ممكن نتقبله من الاب والام مش بنتقبله من الجد والجده، ده طبيعي؟ لا ده المفروض ان الجد والجد احن بالمناسبه، يعني احنا نتقبل من جد. الاب والام بيعلموا والجد تبوظ، عارفه الاحساس ان انا انسستم والجد تبوظ كل حاجه، ممنوع شجر ممنوع شيبسي، الجد يديك كل حاجه. المدرسه بتتكلم الو هي عايشه مع جدتها. ايوه يا فندم. طب ليه بقى جايب شيبسي وشوكليت وكل حاجه؟ اكتر طفله يا جماعه ما بتسمعش الكلام وجايب سويتس مثلا المدرسه. ففعلا هم بيبوظوا الاطفال غصب عنهم، مش بيبوظوا بيدلعوهم بزياده، حنيه زياده اعز من الولد. العامه دي بقى ايه؟ لا دي سلبيه جدا، عايشه في يعني في بابل لوحدها. سلبيه ازاي؟ دي عارفه ان كلامها هيمشي على اخوها. لا خليني بقى اوضح لك نقطه من موضوع الحنه، عشان انا غيظاني قوي الحنه. طيب هم اشمعنى الحنه او مانيكير؟ لا هم بيتكلموا في المظاهر. فالمانيكير ده ايه؟ حرام، ما ينفعش نحط مانيكير عشان ده حرام، بيمنع الوضوء والصلاه. عشان الصلاه طب فظاهريا قدام الناس احنا لازم نتبين. فالحنه مش هتبوظ الوضوء صح؟ برافو عليكي. فعدت والعم انا هي ما حذرتهاش. طب هو ليه ما فهمهمش؟ على فكره لو حد كان فهمنا كده من احنا صغيرين، يعني احنا فهمنا كده فبقينا وقت الصلاه بنشيل المانيكير، فهمنا الكلام ده. صفاء ردت عليكي قالت لك ان هو خرج من خمسه ابتدائي معقد نفسيا بيشتغل في ورش، هيبقى عنده لغه حوار انه يعلم بنته حاجه. بس هو في حد معقد نفسيا من حاجه هيجي يقول لاولاده انا خرجت بسبب ال عايز اقول لهم قد ايه هو ضحيه؟ طبعا عايز اقول لهم ان هو ضحيه وضحى واللي انتوا فيه ده عادي، يعني ان انت ما تكمليش تعليمك ده عادي. انا امك اتجوزتها عندها 14 سنه، لما يجي يتكلم في الجواز بقى احنا هنتجوز سن صغير كمان. انا لسه ده يبقى كومبو ابن لذينه، ده كومبو رهيب طبعا في البيت. هي باكج عايشين كله مع بعض، بيج فات باكج تضيع الدنيا. هو بيعمل مع مراته الاب بيعمل مع مامتها كده علشان هو شاب باباها بيعمل كده مع الام، فاهمه؟ يعني جيل بيسلم جيل، لان هو ما عندوش مديول تاني او ما عندوش شكل تاني يقلده. حتى الميديا ما بتقدمش النموذج ده غير في بعض الاعمال البسيطه دلوقتي. كله بقى بيبقى بنقدم نماذج عشان نقول لكم ده موجود في المجتمع، بس اللي بيشوف بيقلد. هختم معاكي بان احنا نشوف بقى هنعمل ايه. قولي لي انت، ما قدمناش حل غير ان صفاء تتكلم مع مامتها ان هي شايله هم قوي. انا خايفه قوي مش عارفه. لا هي ممكن على فكره اهل الشارع يعني الناس المصريين بيحبوا يساعدوا قوي. حضرتك لو ماشيه في الشارع وشفتي حد بيضرب طفل بتعملي ايه؟ بغض النظر بتنزلي تزعقي، بس بتنزلي تساعدي تقدمي مساعده صح؟ اتليست ده بتزعق له وبيتصور وبيزعل، وحتى لو بابا اضربه في البيت ما اضربوش قدامنا. اوكي
فكل الناس ما بتقبلش الإساءة. عايز اقول لك اللي بيسيء لعياله، لا ده لو أبت، لو حيوان أليف نيفر ليه كده. فهي دي الفكره. فهي لو لجأت هتلاقي ايد مساعده، بس هي ما حاولتش. ممكن تكون ايه اهلها بيقولوا لها لا ما كل الجوازات كده، لا دوري على حد ما بيقولش كده، دوري على شيخ امام الجامع اللي هو بيروح يصلي قدامه وهو شارب مخدرات عشان يبين ان هو متدين. ده اللي تروحي. وخلي بالك من حاجه، لما تيجي تتكلم ما تتكلمش في الحاجات دي، ما تقولش ان هو يشرب مخدرات، لا في الاخر خليها كارت، لازم يبقى في ذكاء في اللعبه. اصعد واحده 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 عشان ما تجيش تقول فضحتني كده ضغط. لا انا مش مبسوطه وانا عاوزه امشي ومش عايز دي للولاد. وعلى فكره بقى بيشرب مخدرات، يلا يلا بقى يلا دي عامله كده في الاخر، لكن مش هنبدا بيها. اوكي صفاء، انت واحده مختلفه تماما عن جدتك وعن عمتك وعن باباكي. لازم تبقى عارفه ان ربنا موجود، هيوقف لك كل الناس الكويسه اللي تقف جنبك، المدرسه، زمايلك. ما تركزيش مع باباكي لحد ربنا ما يحلها، ما تركزيش مع جدتك، ركزي مع نفسك انك تبقي احسن. خلي بالك تعليمك هو سلاحك، صح؟ ما تستهتريش بالمذاكره، لازم تذاكري، حطي لنفسك حلم ان هو ده اللي هيطلعك من اللي انت فيه. يوم ما تمسكي شهادتك وتتخرجي انت هتقولي للناس كلها انا مش محتاجه منكم حاجه. فده بالنسبه لي الايم الكبير، لازم تخلي بالك من دراستك. ده احلى ختام. ثانك يو، نورتيني. ميرسي يا دكتوره هيو. شكرا، بشكركم جدا. مبسوطه جدا ان السن ده بدا يتفرج علينا، وواضح ان احنا ممكن نغير، وانا مصدقه ان احنا هنغير. اشكركم جدا كمان مره، وهستناكم في قصص كتيره وقصص جديده بس تكون حقيقيه. باي باي.